بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأرب بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك تعريف مقامات العربية. أطلب منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير والبارتاج لتدعمونا أكثر وأكثر. اليوم غنديروا أغنية رائعة للشاب مسرو وهي أغنية مونامور من أحسن الأغاني الراي اللي مرت في تاريخ الراي. فهي ما نكذبش عليكم كانت صعيبة لأنني أخذت مني وقت كتير وتدريب كتير يعني وتصنت لها بزاف في أغنية صعبة في العزف وصعبة في الغناء. فأنا حاولت أن نقرب لكم العزف وكذلك الغناء على قدر المستطاع. وكنشكر بزاف الفنان العالي بوعبد الله الجزائري السنتيتيزور ديال الشاب حسني اللي هو فنان رائع رائع جدا اللي قام بعزف هذه الأغنية وتوزيعها. فأنا كنشكره بزاف اللي عطانا هذه الروائع ديال الشاب حسني وديال الشاب مسرو وغيره من الفنانين. وبقوا معنا لتستفيدوا. أغنية مونامور للفنان الشاب مسرو هي نهاوند على الله. نهاوند على الله بالشكل التالي: والنهاوند على الله ما كتكون حتى شي علامة في السلم الموسيقي، فقط السول دياز نوطة حساسة ما كتكتبش السول دياز. فللعلم انا غنديرها ناقص اثنان على حسب الطبقة الصوتية ديالي في الترونسبوز. غادي ناخذ ايقاع مثل العلاوي، هو ماشي علاوي مثل العلاوي انتم غتشوفوا، على سرعة 86 ونبداو المقدمة بالبيانو. المقدمة نشرحها ببطء، فهي تقريبية من لا، عندو من لا ثم ندخلو. الآن نعاودوها ونديرو المقطع اللي موراها. غنبداو من مي من هنا، نعاودوه ببطء وندخلوا السولو. الان غنعاودوا من البيانو من البدايه ونديروا السولو كذلك. كما لاحظنا الان المقدمه الموسيقيه كامله. الان غنديروا المقدمه الموسيقيه وندخلوا للغناء.
الشمعة مات بلا ما عدا خلات قلبي جامي نساها ولا دقيقة في النهار كاتبة من ربي وراني معاها حتى لقبر تالبة في قلبي موت مون أمور مون أمور مون أمور مشات وخلاتني بين القبور مون أمور مون أمور مون أمور مشات وخلاتني بين القبور مون أمور صعبة في الغناء وصعبة في التوزيع يعني ما سهلاش وما نحاولت يعني نقربوا لها ف يعني شتو كيفاش كدار الأجوبة كيفاش الصلوات كيفاش يعني لأن صعب بين الغناء وبين العزف هذا فنحاول نقرب لها فكنتمنى لكم استفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة.